السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة مسكي الحداد من الصف السابع 2. اليوم سوف نجرب طريقة. عندنا ماء ملون وزيت وسائل جلي وعسل. أول إشي رح نحط العسل. هاي عندنا العسل، بعدها رح نحط سائل الجلي. هاي سائل الجلي وعندنا العسل. لقيت رح نحط الماء الملون، ماء عادي بس ملون. هايو صار عندنا العسل والسائل الجلي والماء الملون. هاي كده رح نحط الزيت. هي هيك صار طبعاً. صار عندنا العسل والدواء جلي والماء الملون والزيت. هاي هيك صار شكله. قلت له رح نحط عملة. هي عندنا العملة نزلت تحت. هيو شكرا على المشاهدة، بس هذا كان هيك الفيديو.